السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم ربي بالخيرات والمسرات والبركات، وأسعدني ربي وإياكم سعادة لا نشقى بعدها أبدا. من السلبيات التي يقع فيها كثير من الناس في تعامله مع من حوله أنه يساوي في المعاملة مع الجميع، يساوي في المعاملة مع الجميع إما سوءا وإما إفراطا في الحب والاهتمام والتقدير. وهذه مسألة حط عليها علامة استفهام كبرى. لابد أولا من التوازن في المشاعر والعواطف، ولابد أيضا أن تعطي كل ذي حق حقه. كيف هذا؟ أقصد طبعا في التعامل، أبين لكم الآن. الخطأ أن تساوي بالمحبة بين من له حق عظيم عليك كالوالدين، وبين أحد الأصدقاء الأعزاء على قلبك، له محبته، له تقديره، لكن لا يصل إلى محبة الوالد والوالدة. هذا نقطة صراحة نعاني منها، من يقدم محبة الصديق على الأم والأب الذين لهم حق عظيم عليك. هذا اللي أقصده أنا في مسألة إيش؟ المشاعر. وأما في التعامل والمعاملات هذا شيء عاد يندى له الجبين. تجد بعضهم يهتم ويعطي، يا ليت حتى الصديق المقرب والأخ الذي بذل، بل حتى يمكن أقل الأصدقاء الحب والاهتمام، بل حتى قد يهمل حق الوالد والوالدة ومن له حق عظيم كالأبناء والزوجة، يهمل حقهما ويقدم حق هذا عليهم. والمصيبة عندما يصدم يوما من الأيام به، نعم تصدم به، والله أعرفهم، أعرف من بذل للأحباب والأصحاب والأقارب درجة ساعات يقدمهم على الزوجة والأبناء والوالدين، ففوج يوما من الأيام أنه ليس له خانة عند هذا الذي ضحى من أجلهم، لم يجد له مكانا في حتى في أسفل القائمة عندهم. يا ليت في نص القائمة، أنت وضعهم في أعلى القائمة وهو ما وجد أنه حتى موجود في أسفل القائمة، كان صدمة عنيفة له. لكن من المخطئ؟ هو المخطئ، هذا الذي أفرط في مشاعري، أفرط في اهتماماتي، أفرط في حسن التعامل مع الناس وتجاوز الحد. لا، أنا أقول لا تسيء إلى الناس، لا تكون سيء خلق، لا، لكن التوازن، التوازن، اعطي كل ذي حق حقه، لا تنقصه من قدره ولا ترفع فوق قدره.